بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اصدقائي متابعي قناتك فنسات. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، شرح جديد مفيد كالعادة ان شاء الله. اذا كنتم مزورين جديد للقناة رجاء لا تنسوا القناة بالاشتراك والضغط على الجرس ليصلك الجديد من الفيديوهات المميزة. وانضم الى اسرتك فنسات. فيديو اليوم اصدقائي في بعض التعليقات سوف نريكم طريقة لالتقاط الهيسباسات في 5 ثواني لا غير. طبق 90 سنتيمتر فما فوق يكفيك لالتقاط هذا القمر الرائع اصدقائي، التي يوجد بها على العديد من الدوريات العالمية أصدقائي. يكفيك طبق كما قلت 90 سنتيمتر لالتقاط هذا القمر بإشارة قوية في المغرب، في الجزائر، كذلك في المناطق الأخرى بإشارة عالية أصدقائي. كما تلاحظون الآن طبق على النيلسات، دائما نركز على النيلسات كي نتحول مباشرة إلى الهيسباسات بطريقة أسهل ما يكون لالتقاط هذا القمر الرائع كما قلت أصدقائي. سوف نختار أقوى تردد. إذا تريد أقوى تردد لديك جهاز يدعم الملتي ستريم، ما عليك إلا بالقنوات الإسبانية، الإسبانية الأرضية، فإشارتها قوية جدا أصدقائي، إشارة قوية تصل إلى 96 في الكاليتي إذا لديك طبق فما فوق. ما بالنسبة لطبق 90 يصل إلى 86 في الكاليتي بإشارة ممتازة أصدقائي. إذن على بركة الله سوف نبدأ لالتقاط هذا القمر الرائع كما قلت أصدقائي. أول شيء سوف نضع أقوى تردد لقمر الهيسباسات. نختار قمر الهيسباسات في قائمة الأقمار. سوف نختار القنوات الإسبانية كما قلت أصدقائي. سوف نختار قناة سوف نريكم التردد. التردد 12671 فيرتيكال 30000. 12671 فيرتيكال 30000 أصدقائي. إذن على بركة الله سوف نقوم بتحريك الطبق أصدقائي. ركزوا معي. ركزوا أصدقائي. هكذا ثم نقوم بتنزيل الطبق. كي لا ننسى شيء مهم بالنسبة للاقط، دائما نقوم بتدويره بعض الشيء جهة الغرب. سوف نقوم بتنزيل الطبق. تأتي الإشارة. نرى الإشارة الآن وصلت إلى 82 أو 91 أو 82 91 في بطبق 90 سنتيمتر أصدقائي. 91 بطبق 90 سنتيمتر. سوف نريكم الكاليتي والتردد كذلك لالتقاط هذا القمر الرائع أصدقائي. كما تلاحظون القنوات الإسبانية لا أشتي، الكاليتي كما تلاحظون يعني طبق 90 سنتيمتر يصل إلى 92 في الكاليتي، إذا على حسب اللاقط الموجود لديك. إن كان بجودة عالية فهو يزيد من ارتفاع قوة الإشارة. التردد أصدقائي كما توضح الصورة 12671 فيرتيكال 30000، يعني كل شيء واضح، يعني كل شيء بسهولة أصدقائي، لا يحتاج إلى أكثر من كما قلت ثواني معدودة إذا
لديك طبقة أكبر فيمكنك الالتقاط بسهولة أكبر أصدقائي. إذن أصدقائي كما لاحظتم يعني في ثواني معدودة قمنا بالتقاط قمر الهيسباس القمر الرائع كما قلت الذي يقول الدوليات العالمية. طبق 90 سنتيمتر لاقيت من نوع فيزون من نوع يعني كاليتي ممتازة قمنا بالتقاطه بكل سهولة أصدقائي. إذن أصدقائي متابعي قناة الكنزة أتمنى أن تستفيدوا من هذا الشرح، لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائي يستفيدوا الجميع والضغط على إعجاب إذا أعجبكم الفيديو. السلام عليكم.